مرحبا بكم. هلا بدنا نعمل استعراض ونشوف قائمة نظام شؤون الموظفين والرواتب، بدنا نشوف شو في فيها اللي هي مين. هي هون نظام الإجراءات في نظام شؤون الموظفين والرواتب، يعني بدنا نعمل تعريف شو فيها أشياء. أوكي، مشان قبل أن تبدأ باستخدام هذه القائمة بدك تعرف شو أنت متوقع أنك تلاقي. هلا أول شغلة في هذه القائمة في عنا إيش؟ في عنا إيش اللي هو الليفز أو الإجازات. هذه الإجازات موجودة، أعتقد أننا أبحرنا بها وحطينا كل أنواع الإجازات وكل ظروف الإجازات وطريقة احتساب الإجازات و أشياء كثيرة. وهذه طبعا لما يكون عندك البرنامج حتشوفها موجودة هنا، تضغط على هذا الزر. وفي ذات الوقت توجد تسجيلات كثيرة لنظام الإجازات. غير الإجازات في عنا إيش؟ الغياب. والغياب أيضا أبحرنا في ذلك، وهو موجود على الموقع تبعنا حناوي ERP.com. حناوي ERP.com حكينا كثير عن حالات الإجازات وحالات الغياب، وسواء كان الشهر 30 يوم أو 31 يوم، حالات كثير تحدثنا فيها. وطبعا أكيد بدك تشوف المعلومات هي موجودة هون. أيضا تحدثنا عن القرض. القرض موجود هنا، يعني ضمن الأشياء الموجودة في البرنامج أو في هذا النظام هو القرض. والقرض يعني إنشاء قرض جديد، تعديل قرض، تمديد القرض، التعديل بالتمديد أو تقليل القرض. طبعا لازم نأكد أنه نظام الإجراءات في نظام شؤون الموظفين والرواتب، لازم نقول أن له تأثير مالي. له تأثير مالي يعني يؤثر على كشف الرواتب، يعني ببين قديش الموظف بده ياخذ بالزيادة أو بالنقصان. تمام. وفي عنا طبعا إيش؟ ستوب سالري، اللي هي طبعا أكيد حتأثر هذه فورا على نظام شؤون الموظفين والرواتب، لأنه مش حيكون في هناك رواتب لهذا الموظف في حالة عملنا ستوب. في حالة عملنا ريليز ترجع له الرواتب. في عنا هون كمان الإضافات والخصومات. الإضافات والخصومات يعني أي شيء نريد أن نعطيه للموظف، أوكي، ليس من ضمن دائرة الرواتب الشهرية الثابتة. يعني بدنا نعطيه بونس، بدنا نعطيه جائزة، بدنا نعطيه عيدية، أي شيء بدنا نعطيه. وإحنا اليوم بالمناسبة 2/7/2022، يعني كمان أسبوع في عيد. ف2/7/2022 بدها تعطي عيدية، بتيجي على الإضافة والخصومات، ما بتروح بتغير الراتب تبعه وبتنزل على الراتب، لا. كمان الخصومات الديدكشن، عارفية مثلا عمل مخالفة، أي إجراء خصم غير متكرر وليس له تأثير بالرواتب. ولكن في موضوع المتكرر أو غير متكرر، لو أن هناك خصم متكرر مؤقت لمدة شهر أو 2 أو 3 أو أكثر، أو إضافة متكررة ولكن لا تريد أن تكون جزء من تغيير الراتب، فأنت هنا تقوم بعملها على نظام الإضافات والخصومات. بتيجي على هروب الموظف، طبعا هذه لها تأثير على الراتب، يعني وقف للراتب على طول، وقف للراتب. بتيجي على كمان تذاكر السفر. تذاكر السفر وكل ما تم ذكره أعلاه، تذاكر السفر وكل ما تم ذكره أعلاه أو التالي، هذه كلهم لهم إعدادات، بناء على الإعدادات أنت تقوم باستخدام هذه الإجراءات التي أمامك بناء على سياسة الشركة. أوكي، فتذاكر السفر تعمل إعدادات مشان تدفع على مين؟ للموظف. عندك أيضا تدريب الموظف. تدريب الموظف وهو في حالة أنك أنت تريد إرسال الموظف إلى داخل الدولة أو خارج الدولة من أجل أن يحضر دورة
تدريبية وتريد أن تدفع له المال مقابل ذلك. مصاريف الموظف خانة، إنه الموظف لديه مصاريف ويريد أن يسجلها هنا. نأتي إلى البنفيتس، وهي المبالغ التي تريد أن تمنحها، أو سوري، المزايا التي تريد أن تمنحها لهذا الموظف. مثلا أن تقول له إنه إحنا بدنا نعطيك عقد إيجار لشقة أو لفيلا تسكن بها، فهو بياخد الراتب الشهري زائد الشقة التي أنت تريد أن تمنحها لهذا الموظف للسكن بها، وأنت والشركة تقوم بالدفع بالنيابة عن هذا الموظف. وتوجد شيء آخر، أنه من الممكن أن تعطي الموظف مبلغ مقطوع، مثلا 10,000، 20,000، 50,000، 100,000، تعطيه مبلغ مقطوع من أجل هو أن يستأجر. هذا مبلغ مقطوع يكون سنويا أو مرتين بالسنة حسب المتفق عليه. هلأ proof of activities، هلأ معظم هذه الإجراءات التي تم الحديث عنها أعلى، معظمها يحتاج إلى موافقات، يحتاج إلى موافقات. فهذه الموافقات إما أن تكون فردية وإما أن تكون جماعية من خلال كلمة approve group of activities. طبعا في عندك هون نهاية الخدمة، ونهاية الخدمة أيضا فيها شرح مستفيض في اليوتيوب بالفيديوهات الكثيرة، ويوجد بها أمثلة على حناوي ERP.com، أمثلة لطرق الاحتساب المختلفة لنهاية الخدمة. وما ننسى أن هاي التسجيلات بيستفيد منها العميل وطلبة العلم، طلبة الجامعات، الباحثين عن عمل، الكل بيستفيد منها. وأيضا أي حدا بده يشتري البرنامج بيقدر يتعرف شو في عنا معلومات في هذا النظام. هلأ payment of activities، payment of activities يعني الدفع لهذه الإجراءات. بدنا ندفع إجازة، بدنا ندفع مثلا تذاكر سفر وغير ذلك، أنت بتيجي على payment of activities لأنها مربوطة مع المحاسبة. مربوطة مع مين؟ مع المحاسبة. كل برنامج الحناوي يا جماعة مترابط، برنامج الحناوي مترابط. انتوا بتحكوا عن برنامج بيرفكت ومترابط بالمعنى الحقيقي وليس بالكلام. مش راح تشوف نواقص ولا راح تشوف ايش افلام انها مش موجودة او تعقيدات او كذا. البرنامج متكامل، ضروري العميل وغير العميل يعرف ذلك، والمهتمين في البرنامج يعرف هذا الشيء. فهذا المجرد هون في عندك هون طرق مختلفة لمين بتختار، لمين انت بدك تدفع من هنا. هلا احيانا الموظف بده يرجع لك فلوس، بده يرجع لانه كان ماخذ اجازة وقبض قيمة الاجازة ورجع بكير، بنجي بنقول له تفضل تعال، بدك تعمل له ايش؟ سند قبض، او عليه قرض بده يسدده فورا، تقول له تفضل تعال سدد. واضح الكلام؟ ودائما نخدم العميل، فإنه بنقول له تفضل، هاي عندك هون مور انفورميشن يا عميل بالهلب سنتر او بالعربي او انجلش، بنقول له تفضل اضغط على هون وخذ معلومات مستفيضه مليانه جدا في هذا البرنامج. اذا هذه كل هذه المعلومات اللي انتم شفتوها هذه عباره عن معلومات كبيره جدا، يستطيع انه العميل يعرف ما هي محتويات البرنامج قبل ان يقوم باي عمليه شراء. وهذا هو ايش؟ البرنامج كاملا. نتامل ان تكون هاي المعلومات واضحه، وبتقدروا اسرع طريقه انكم توصلونا الواتساب 0097150622804، أسرع طريقة. واليوتيوب، وأهم شيء تزوروا حناوي ERP.com لأنه في معلومات مذهلة داخل
الموقع. وشكرا جزيلا.